مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ طالع في وقت متأخر انا عارف. رحت اجيب بنتي من المدرسة فحبيت اوريكم. المدرسة شغالة زي ما انتم شايفين، التوقيت لسه 8:30، شايفين التوقيت في العربية 8:30، درجة حرارة -5، المدرسين لسه موجودين جوه، يعني لسه المدرسة موجودة جوه، مدرسة والأولاد. زي ما انتم شايفين العربيات منتظرة، وزي ما انتم شايفين كده في المراية برضو عربيات كتير منتظرة الأولاد بحيث ان هم يطلعوا. فعاجبني النظام ده، عاجبني ان المدرسين ديديكيتد وبيقعدوا لحد الساعة 8:30 وبيشتغلوا وبيحاولوا ان هم يضيفوا حاجة ويعملوا سكيلز للأولاد وكده. فدي حاجة من الحاجات الإيجابية برضو الواحد لازم يقولها، يعني زي ما احنا بننشر الحاجات السلبية ونقول ان في حاجات سلبية لازم نقول الحاجات الإيجابية. حاجة كمان عجبتني ان المدرسين رواتبهم مش عالية، رواتبهم مش مثلا زي الدكاترة او المهندسين او كده، رواتبهم للأسف متدنية شوية، تعتبر متدنية طبعا، يعني بتفرق من مدرس للتاني حسب هو فول تايم ولا مش فول تايم، بس في الاخر يعني لازم الواحد زي ما بيقول المميزات والعيوب لازم يقول الاتنين، ما ينفعش ان هو يقول عيوب بس ويسيب المميزات والكلام ده. فيومكم سعيد.